السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مصر الحضارة، سلام رمضان. ما تنسوش الاشتراك في قناتنا وقناتكم ولايك وشير لفيديوهاتنا. خبر النهاردة بيتكلم يعني دلوقتي حوالي الساعة 12 مساء، ومنذ ساعات قليلة حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي يوم الأربعاء اللي هو النهاردة. الحادث المروري دوت او حادث التصادم ده حصل على الطريق الدائري الاوسطي، مات فيه 19 واحد رحمة الله عليهم جميعا. عندنا الخبر ده هو الخبر المؤسف والخبر اللي المسعد كل المصريين، وخبر تاني يخص النجم العالمي محمد صلاح، نجم الكرة العالمية ونجم الكرة المصرية ونجم ليفربول الانجليزي. الخبر المؤسف في الحادث المروري النهاردة على طريق الدائري الاوسطي، سيارة ميكروباص، عربية ميكروباص يعني ماشية على الطريق ومحملة ركاب، واحنا عارفين ان عربية الميكروباص دايما بتحمل حوالي 16 راكب بالظبط، والسواق يبقى 17، ممكن يكون اسرة او اتنين معاهم طفلين تلاتة، ممكن كده العربية يكون فيها حوالي 20 روح بني ادم. السواق ماشي في امان الله وربنا يسترها معاه، وناس راجع من بيوتها او راحة شغلها ومسافرين، واذا بسيارة نقل عليها كونتينر او حاوية تعدي الطريق الاتجاه الثاني وتدخل فيه الميكروباص. السياره النقل جايه من اتجاه الفيوم، وقال لك ان السياره النقل جت خبطت ثلاث اعمده كهرباء كسرتهم. تخيل السرعه بتاعت السواق عامله ازاي، ثلاث اعمده كهرباء كسرتهم وكسرت الثلاث وار اللي هو الرصيف اللي هو في نص الطريق بين الطريقين اللي رايح واللي جاي. الله اكبر، ربنا يحفظنا ويسترها علينا جميعا يا رب العالمين. وعدت الاتجاه الثاني وقدر وحياة الناس التانية اللي في العربية الميكروباص خلاص انتهت، وأجلهم انتهت وأجلهم انتهى، وما تدري نفسهم ماذا تكسبه غدا، وما تدري نفسهم بأي أرض تموت. كل واحد ما يعرفش أجله جاي إمتى، فارجع وتوب لربنا عز وجل واستغفر الله وأنت على سفر، ما تكونش في غفلة إن أنت ما تعرفش ظروفك إيه، هتموت ولا هترجع لبيتك ولا هترجع إزاي. العربية النقل دخلت في الميكروباص مات فيها 19 شخص بالظبط، ماتوا فيها منهم طفلين رحمة الله عليهم جميعا ربنا يرحمهم. على الفور انتقلت النيابة من اكتوبر، لان ده في حيز مدينة 6 اكتوبر، انتقلت النيابة الى موقع الحادث وعينت الواقعة، وتم نقل بعض او الجسامين تم نقلها الى المستشفى، وهيتم تشريح الجثث وتسليم طبعا استخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثث لزويهم. لما تشوف المنظر حضرتك كده في الفيديوهات اللي نزلت الاولى للحادث، تلاقي حاجه تزعل قوي قوي قوي. ربنا يرحمه جميع الناس ميته ومتقطعه واللي متبهدل، ربنا يرحمه. بيقول لك الميكروباص كله اتفرم، تخيل نقل تقيل محمل كونتينر حاويه الله اعلم فيها بضاعه ولا لا، ودخل في النقل ده لوحده يعني نقول 20 طن، يعني العربيه لوحدها تقول 20 طن، تخيلوا عليها كونتينر مثلا 4 طن فاضي ب 24 طن، ولو فيها بضاعه الله اكبر، وما يعدي طريقين ويخبط ثلاث اعمده كهرباء ويدخل في الثلاث وار يكسروا الاسفلت ويدخل في الميكروباص ويعجن الميكروباص كله على الاخر. ربنا يرحمهم جميعا ويصبر اهلهم، خالص التعازي لاسر الضحايا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم، ونسألكم جميعا بظهر الغيب أن تدعو لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يغفر الله لهم جميعا ويتغمدهم بواسع رحمته. الخبر الثاني اللي أنا كنت حابب أتكلم عليه بخصوص نجم مصر ونجم العالم الأول دلوقتي ونجم الساحة ونجم ليفربول الإنجليزي، الكابتن محمد صلاح، شرف الكرة المصرية، ذا كينج أوف إيجيبشن أو ذا كينج إيجيبشن زي بيقولوا، الملك المصري أو الملك المصري فعلا، وهو يعني يكاد اسمه يذكر في التاريخ أنه أحد ملوك مصر. والملك ليس الملك اللي بيحكم الناس، ولكن الملك ده لقب يطلق على أي شخص يعني ذو قيمة وذو مهابة. تم تكريم محمد صلاح في حفل كان موجود في قصر الإليزي في قصر الملك في إنجلترا، وتم تكريمه، والملكة إنجلترا عملت لفتة جميلة أوي اتكلمت عنها كل الصحف العالمية وكل مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كسرت البروتوكول كده وحطت ايدها على محمد صلاح. زي ما حضراتكم عارفين ان الرؤساء والملوك في بروتوكولات معينة ما ينفعش يتخطوها يعني، فحطت ايدها على محمد صلاح كده وتقول له انت بشر،
يعني انت بني ادم. هل الكلام ده معناه في ناس فهمته يقول لك الملكه بتتغزل في محمد صلاح والملك واقف جنب منها، وفي ناس بتقول لا لا لا، هي بتتكلم الشخص ده اللي هو محمد صلاح هو مثال للانسان الناجح والمجد والمجتهد، انه يكسب ويخطف قلب كل الجماهير الانجليزيه وجماهير الوطن العربي والجماهير المصريه، وان انت تكون بالجمال ده وبالروعه دي في مستواك وفي اعلى مستوياتك، ده شيء جميل. اجمل من كده، ومحمد صلاح ضرب لهم مثل جميل جدا للشخص المسلم الملتزم اللي هو ما بيبصش بنات وما بيسلمش على صحفيات ويبصهم ويقبلهم ويتصور معاهم وما بيقبلش معجبين في الشارع، لا نهائي. محمد صلاح النجم المصري معروف عنه الالتزام والاخلاق والدين، ان هو عمره ما حد يقبله من السيدات او يبوسه او يبوس اي حد خالص نهائي، وده حاجة تشرف المصريين. الراجل شد انتباههم ان هو كل جون بيجيبه كان بيسجد لله عز وجل، عرفهم يعني ايه اسلام ويعني احترام المسلمين للشعائر الدينية. انجلترا والانجليز بالذات عمرهم ما بيحبوا حد بسهوله، انجلترا والانجليز بقى يعشقوا محمد صلاح، وده ان دل فان يدل ان هو مثال مشرف للمصريين كلهم جميعا. نقول ايه للدوله المصريه؟ عليكم ان انتم تفخروا بابنكم محمد صلاح، عليكم ان انتم تديله شأنه وتديله اهتمامه اكتر من اللازم. الراجل لما يجي البلد لازم ياخد اعلى احترام ويعامل معامله كبار الزوار ومعامله اعلى رجال في الدوله. محمد صلاح الشاب المحترم الخلوق اللي بيعمل اعمال خير كتير جدا في بلدته وفي كل القرى المصريه، من زواج وكفاله للايتام وبناء مدارس ومعاهد ازهريه. محمد صلاح مثال مشرف لرجل الاعمال المصري، لان محمد صلاح دايما انا اقول عليه انه شركه، انه مؤسسه ماشيه على الارض، فلازم يحترم ولازم يقدم له كل ويذلل له كل العقبات والصعاب. محمد صلاح لازم احنا نستغله كمصريين، نستغله في الدعايه لمصر، لانه دلوقتي في اعز وافضل فتره ليه شهرة محمد صلاح هي الفترة ديت. لازم نستغل الكلام دوت في الترويج للسياحة والترويج لكل المشاريع الاقتصادية الجميلة في مصر. لازم محمد صلاح لما ينزل البلد ولازم يتقابل مع كبار المسؤولين في الدولة وياخدوه ويحطوا ايدهم في ايديه، للعالم كله يبص لمحمد صلاح. محمد صلاح لو في افتتاح طريق الكباش في الاقصر اللي هو هيفتتحه الرئيس قريب، لو يا ريت لو يتم دعوته ويكون بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشاركنا الفرحه والافتتاح الجميل ده. ده هيدي صوره جميله قوي، وحاجه بدون فلوس، بدون ما ندفع فلوس ولا اي حاجه للدعايه والاعلانات، ده يشرف المصريين ويرفع من شان السياحه المصريه. نشكر محمد صلاح وكل التوفيق لكل اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا بره في الخارج، نتمنى لهم التوفيق. وما تنسوش دعمكم لقناتنا وقناتكم مصر الحضاره. سلام رمضان، ولايك وشير لفيديوهاتنا. بحبكم في الله، دمت في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.